من جدابية يسأل عن حكم ارتكاب الزنا في رمضان والعياذ بالله، لكن يقول بعد الإفطار. طبعا هذه الجريمة من الكبائر. نعم. من الكبائر يعني التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. وفيها الحد في الدنيا والعقوبة الشديدة في الآخرة إلا أن يغفر الله له أو يقبل توبته. نعم. وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعجل بالتوبة والندم والاستغفار، ويكثر من الحسنات لعل الله عز وجل يمحو تلك الخطيئة عنه. وأما بالنسبة للصوم فصومه يعني سقط عنه الفرض، يعني صومه صحيح من حيث الظاهر، يعني لأنه لم يرتكب مفطرا بين الفجر والمغرب. نعم. أحسن الله إليكم.